زي ما كنت بقول لحضراتكم، ملف الصحة كان في يعني جزء كبير عنه النهارده، حتى انه خلال المؤتمر الوطني للشباب افتتح سيادة الرئيس عبر الفيديو كونفرنس مجموعة من يعني المستشفيات او مستشفى كوم حمادة التخصصي في البحيرة على وجه التحديد، والمستشفى دي بتخدم مليون نسمة من مواطني المحافظة. كمان افتتح سيادته وحدة زراعة النخاع بمستشفى المواساة الجامعي. الوحدة فيها 7 كبسولات زرع نخاع وملحقاتها، وبطاقة استيعابية من 60 ل 70 وحدة لزرع النخاع في اليوم الواحد، وده طبعا بالمجان. والحقيقة انه ده مهم جدا عشان اللي كنا بنتكلم عنه من شوية، قوائم الانتظار، وازاي يكون في سرعة في القضاء على قوائم الانتظار، وانه الناس ما تقدرش تستنى في المسائل الحرجة اللي زي زرع النخاع. الحقيقة انه يعني مسألة الصحة تاريخ طويل وأزمات كتيرة في ملف الصحة الناس كانت بتعاني منها وعليه، ففي جهود كبيرة جدا بتتعمل في هذا الملف على وجه التحديد. نروح نسمع مع حضراتكم هذا الجزء ونرجع نكمل الكلام. بقول كده عشان كتير مننا يقول يعني الأكل غالي، الأكل غالي، صحيح، بس احنا بنى الدولة ومعالجة تاريخ طويل، تاريخ طويل. أنا عايز أقول لكم على حاجة ما رضيتش أقول للدكتور مصطفى، وقف محور المحمودية ووري الناس كان شكله عامل إزاي، أقول كلمة صعبة، وكانت الناس راضية وساكتة، كانت الناس راضية وساكتة، يعني تخليه كده واقعدوا تزعلوا من اللي حوله وناكل، ولا شيله وخليه زي ما انتوا بتشوفوه دلوقتي وتبقى الدنيا صعبة شوية. ردوا علي، أسيب الناس مرمية في الشوارع ونايمة في الصفيح والأكل موجود ناكل، ولا أشيل الناس وأسكنهم في بشائر الخير والدنيا تبقى غالية شوية؟ ردوا علي.